المباريات دي ان كان في فوارق كبيره بين النادي الاهلي وبين فريق منانا بحيث التاريخ والتاسيس وبتاع، ولكن احيانا الفرق الصغيره دي لما بتيجي تلعب في اجواء مصر واستاد القاهره وقدام فرق كبيره زي النادي الاهلي فريق كبير بتطلع اقصى ما عندها وبتبقى مستمتعه، يعني بتلاقيها هنا افضل من المباريات اللي على ملعبها. فاتمنى النهارده يكون في حذر من اللاعبين في المباراه، ناخد المباراه بجديه لان الفريق ده لا يستهان به فعلا، لان الفريق ده خرج البطوله اللي فاتت من فريق الوداد المغربي بضربات الجزاء حامل لقب، واحنا شفنا فريق الوداد النسخه اللي فاتت كان فريق قوي جدا. فطبعا ده يدل ان الفريق ده عنده قدرات، لاعبين كويسين، عنده تنظيم، بيعرف يتعامل مع الفرق الكبيره، والواضح